السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبيلة أسجاع، تبارك الله عليكم وتحياتي لكم ذكور وإناث كبير وصغير، تحياتي لكم كاملين. مباشرة معكم من تجي من أرض مبارك السجعي، لأن أنا الحفيد ديالو. كنوض صغير مع الصباح، كنوض كنحل عليا انايا انا الفيرمه تاع الزيتون، تبارك الله. لوز، برقوق، عناع، تيخ، مشماش، عنب، هاد البلاد هادي، هاد الجهه من هنا اللي تقلع الزيتون ديالها هكاكي، ودارت تجي قال لك اسيدي كما كتشوفوا الزيتون. الزيتون غادي نقول لكم غير الزيتون الصغير، كما مشات هذيك جاو حتى لهادي، غصبوا داك الكرمه بقلعوا هاد القصب. الزيتون ها هو الزيتون، هذا بغاو يقلعوه، وهنايا كما كتشوفوا هنا هادو قال لك غادي يديروهم بقع ارضيه مجهزه يبنيوها، وهاد الباب يتبلع، هاد الباب يتبلع، هاد الدار اللي دار 40 عام قال لك هاد الباب يتبلع، وهادو يتبلعوا. هادي الدار ديالنا، هادي هذا هو الزيتون، هذا هو الزيتون، تادا يتقلع. هذه الدار ديال مبارك الأسجاعي اللي هو الجد ديالي اللي عاش في هذه البلاد، على ما أظن أنا عاش شي 156 عام، على ما بقيت كنحسب معاه أنايا، وبقيت كنحسب معاه أنايا بالشهر والنهار، لأن الجد ديالي بقيت كنهضر معاه كنقول له جدي كتعقل على المولاي يوسف، كيقول لي غير البارح، كنقول له محمد الخامس، كيقول لي الولد ديالو اللي كيعقل على ستة تاع الملوك اللي توفى ب 2012، قالك تاع الباب ديالو يتسكر.